طبعا يعني بشكر كل الناس اللي بتشارك في الانشطه الرياضيه، وخاصه الناس اللي بتمثل الجامعه في الانشطه الكميه اللي بنعملها على مستوى الجامعه. ومتاكد ان احنا عندنا امكانيات كويسه جدا، بس يمكن احنا ناقصنا شويه تنظيم وشويه اعداد وشويه ترتيب للمشاركه بشكل فعال والفوز بمراكز متقدمه في هذه الانشطه. ماشي، عشان كده احنا يعني كنا عملنا اجتماع مع الدكتور محروس والمدربين ورعاه الشباب عشان نضع خطة كده للتعامل مع مثل هذه الأمور في المرات اللي جاية. اتفقنا إن احنا هيبقى عندنا يعني برنامج تدريب على مدار العام لكل اللي بيشارك في الأنشطة المختلفة، الألعاب المختلفة على مستوى الجامعة، سواء كرة القدم، سلة، يد، طايرة، تنس، مصارعة، كل الحاجات اللي احنا بنشارك فيها. حتى على الأنشطة الثقافية والأنشطة العلمية برضه هيتم متابعتهم بشكل يعني دوري على طول. هي في جدول للتدريب للفرق اللي هي بتمثل الجامعه، دكتور عاوز يعمله بالمشاركه مع المدربين، وهنعمل التدريب ده على طول السنه، مش هنكتفي بالاسبوع اللي بنعمله قبل المشاركه في المعسكرات، اللي بنعمل معسكر مغلق ده لمده اسبوع قبل ما نشارك في النشاط. هيبقى ده موجود فعلا، بس قبل ده هنعمل على مدار السنه يومين او ثلاث ايام تدريب من خلال الجدول لكل فريق من الفرق اللي بتمثل الجامعه. وتبقوا انتوا الناس اللي بتلعب قدم عارفه الميعاد ده وتمشي تلعب عليه وتلعب مع مدرب. هنجيب لسايب بعض المدربين من بره الجامعه كمان بالحاجات اللي احنا عندنا ديفكت فيها، في مدير فني وفي مدرب من بره الجامعه حتى علشان نسخ المواد اللي عندنا بشكل كويس، وعشان لما نيجي نشارك في المباريات القمميه على مستوى الجامعات يبقى الفرقه بتاعتنا كويسه وتقدر تعمل نتائج كويسه. هيبقى في بدل التدريب 15 جنيه في اليوم للفرق اللي هتشارك، اي حد هيشارك في الانشطه، بس طبعا ده باختفاء مع مدرب، يعني مش كل المجموعه اللي هتتدرب بشكل منتظم، المدرب في الاخر بيعمل كاش للناس اللي شاركت، ونصرف من لائحه الاتحاد الطلاب، من لائحه النشاط الرياضي، النشاط الرياضي؟ الاتحاد الطلابي، هنصرف 15 جنيه لكل طالب هيشارك في التدريب، بالاضافه حتى لو احتاجنا فلوس المدربين من بره برضه هنصرف. حاسس ان عندنا يبقى عندنا فرق قويه تقدر تمثل الجامعه بشكل كويس وتقدر تعمل نتائج كويسه.